هالشكل؟ زين هالشكل؟ ليش هالشكل؟ ليش؟ مو حرام عليك؟ مو حرام عليك ذبحتي الرجال؟ أنا ما ذبحته، أنا ضربته ولو علي أحفر حفرة ودفنه بيها بعد. ليش؟ مجرمة أنتِ؟ مجرمة؟ هذا مو كان أبوك، هذا رباك وتعب عليكم وسهر ليالي، يخاف عليكم ويخاف علي. ميكي. هسه تحبيه؟ إي أحبه، منو قال ليش ما أحبه؟ أحبه أنا وأحبكم إلكم، هو رجلي وأنتم أولادي. ما بي، بس أنا وأخويا. بس أنتِ وأخوك؟ إي. أحبك أنتِ وأخوك وأحبك وأحبك أحبه إله وخبلتيني. جاسم. جاسم من ميكي من مي جاسم ميكي منو جاسم جاسم فدول عينك جاسم جاسم قوم يما بس ماما شو نسوي هسه أقول لك أنا أقول نخليه وإذا أحد شافنا صدفة ندبرها أكو حل واحد شنو ماكو غيره ماما يما ماما انجبي الله ياخذك عبالي متت أخذ ليها وثبتي لي حبي مثلك حبي؟ وليش؟ أدب أدب سيس تقتلين رجل أمك ليش تضربين رجل أمك؟ هاي تربيتي بيك؟ أدب سيس محتاجي؟ ماما ركزي شوية حميدان إذا شافنا وياه يطردنا من البيت بالله إحنا أخوانا عادي أنت متزوجة هاي المخترع شلون؟ على أساس إن أبوك عالم ذرة الله يرحمه بس عاد بس عاد تتعاركون بس أجيوش أنتو؟ خلونا نفكر شو نسوي هسه سمعي رجلي على رجلي شال عداني لابس جريدي وغني بالقطار عادي عادي مطرب انت صوتك حلو الكل يحبوك وتغني في كل زمان وكل مكان وين المشكله هسه صار جريدي ما حلو والمشكله بجريدي وغني انا ولابس جريدي ماكو مشكله عادي عندك او ام جي او ام جي اي كان بليف ذس يا ما اقدر اشوف اكثر من هيجي دولي يما ام جي ام تحكي انجليزي محتاج شيء لا يلا بسرعه اوف السخافه اللي بيدك ونزلي وياي العالم ده ينتظرونا قبل لا اسوي بيك فاصل اعلاني يلا وانا اللي عبالي تفرحي لي مثل ما ام دلال تفرح ببنتها تعملين معامله دعايه ماما ليش بنتي تشبيش تخبلتي انتي انتي شلون تقارنين محمود برجل دلال رجل دلال تاجر ابن تاجر وهي دخلت بالتجارة بعدين خلي عقل براسك هذا زواج شنو أريد عرسي ويا عرس دلال ما يصير بنتي ما يصير هذا محمود المنتف ما يصير تقارني برجل دلال هذا محمود ما يقدر يهد كاشير الجمعية شبيك خلي عقل براسك هذا زواج مو والله سوى أريد زواجنا ما يصير اي ماما ما بيها شيء دلال صديقتي وتعز علي مثل ما أنا أعز عليها تعز عليك واحد وتعزين عليها واحد هذا زواج مو لعبة شوية خلي عقل براسك محمود حب الفكرة ولا ما قلت له طبعا 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 حبيبتي أكيد محمود يحب الفكرة لأن كل شيء بلوشي ها؟ سوي نفسك ما تعرفين ها؟ سوي نفسك غبية لا لا أنت ذكية وأنا مربيتك كل الزين وتفتهمين زين خلي عقل براسك هذا زواج صبري عليه شويه خليه يقدر يفتح لك بيت خليه يصير رجال ملوي هدومه محترم يصير قد المسؤوليه ليش تبهدلين مثل امك تالي ما تالي عيش قد الناس فوق السطوح ماما منو هذا اللي عشتي معه فوق السطوح هاي شنو كرايمه بتهي تاريخها بعد سنة انتهي انتهت روحك ان شاء الله قول امين روحك ترى سمعتك هاي شنو؟ بهارات ادري انها بهارات اعرف اقرا بهارات حق شنو؟ ماكو والله تاخذين التمكي جينفل ما شاء الله عليك هواي ظريف حق المكبوس اعرف انه حق المكبوس في عدة انواع حق اي نوع من انواع المكابيس اختي لو سمحتي في ناس ناطرين وراك ما يصير كذي انتظر شوية شلون تكلم حبيبتي بهالطريقه؟ اي طريقه ما اختلفت انت وخرين انت شلون تكلم حبيبتي بهالطريقه؟ ها؟ تعال شلون تكلم حبيبتي؟ وخر تعال انت دشنا بعد زبيده زبيده انا لازم اكلمك نعم زبيده انا ما فيني زود نعم انا مو بس ما فيني زود انا حاله من الفراغ ما عندي شيء ليش متعلقه فيني؟ يمكن لاني حبيتك يا الفراغ مالك علي وعلى حظي
اللي حبيتيك واجد دامج، حتى مبالعة تشوفينها. ايش تقصد؟ انت مبالعتني لما تهاوش ومن حقك. بعدين ايش تبين بواحد يمشي ويتهاوش مع الناس؟ بس هالشي يتغير واني بساعدك عشان تتغير. يمكن ما يتغير، وبعدين انت مو مسؤوليتك انك تغيريني. انا لو بتغير بتغير علشان خاطري، مو علشان انت ترضين عني. ايش تريد توصل لي من كلامك هاي؟ زبيدة، انا مو قادر اغير من طبيعي، ولا قادر افتح لك بيت، ولا اقدر اسوي لك ولا شيء. الصراحة ما ابيك تعاني معي. لا تعذر لي بكلامك، اذا عندك شيء تقول لي اياه قول لي اياه اخلص. عاد تصدقين بيه اليوم اللي تقولي لي فيه شكرا. على شنو اصلا؟ هاي شنو اللي انت قاعد تسويه؟ زبيدة، انت بطريق وانا بطريق ثاني. انت تدرين اني مو مثل سعد، اني ما اريد ادرس واشتغل بوكالة ناسا واصنع صواريخ. أنا ما أعرف ليش عقلك مو مثل عقل أخوك. مقارنة بعقلك وعقل أخوي أنا كلش ما عندي عقل. أنا مو كل همي زواج، ولا كل همي ألبس الفستان الأبيض وحب وخرابيط. الله ونعم التربية. إنزين وبعدين؟ أنا فكرت وقلت الحياة بيها شقد فرص، ليش أنا ما أسافر؟ سافرين وتعوفيني؟ سافرين وين تروحين؟ مو زين يمك هذا الكلام، مو بزين تعقين بالوالدين. هذا انت اسمك عاقه يا بنتي، اسمك عاقه. عاقه اسمك عاقه؟ قولي لها عمشة وين تروحي وتعوفيني. لا 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 خالتي، انت فهمتيني كلش غلط. انا ما اقصد هيشي كلش. لا ايش تقصدين؟ انا اريد انتمي للهلال الاحمر، عندي طاقه هوايه كبيره، ليش ما استقلها مساعده الناس وعمل الخير وساعد كل الناس بالعالم، بدل ما اقابل وجه الفقر هاي محمود اللي كنت اريد اسوي منه رجال محترم وهو ما يريد يصير رجال محترم. فقلت شنو؟ انتمي للهلال الاحمر وساعد الناس هواي افضل من ما اني اقعد هيك. اي والله عاد احلى هديه توصلني من الهلال الاحمر. اولا بنتي تجوز تروح للجمعيه كل يوم وتبطل تشوف وجه الفقر ابن الفقر هذا محمود، لا حد تنتمي للهلال الاحمر، للهلال الاخضر، الاصفر، اللون اللي يعجبك. يعني هي دقت على الهلال الاحمر ولا وشو؟ ما فهمت والله. ما ادري شو تقول هذه امه، بس اهم شيء ياخذون محمد معاهم. انت بس تبين تفتكين من رجلك. اقول يمك انت الحين بتساعدين الناس وتخدمين الناس وتسوين الخير صح؟ إيه ابتدي من هنية من البيت، ساعدينا وخدمينا وجيبي لنا أغراض. إيه برافو عليك عمشة، كلام جدا منطقي. ماما لازم تساعدين أهلك أول شيء، تساعدين ناسك، وبعدين من تتطورين ساعدي روح بالهلال الأحمر، مو غلط. أقول زبيدة أعطيني ريموت. حليلها تغيرت، شوفوا قامت تساعد الناس والله. أقول زبيدة جيبي لي ماي. أقول زبيدة أبي كوب شاي زين وبسكوت، مشتاي بسكوت. ماما أنا قبلهم، جيبي لي الشحم ماتي. أوكي يولي هذيك شدت فيلة. من يبي شاي حليب؟ أنا. زين ساعديني تلاقي القوميني. أقول دامت قمتي روحي سوي شاي حليب. إيه أمك تعبانة.